مباراة في المستوى اللي حقاش عليه منظومة أوروبية اللي حاضر هنايا، وكل شيء كيتسنى الفريق الوطني نخدم باش نوصل إن شاء الله. اليوم غادي نجري واحد المقابله اللي من الدوره التاسعه من البطوله الوطنيه الاحترافيه، اللي بحق كنحتل واحد المرتبه يعني ما قبل الاخيره، اللي مرتبه ما كتشرفش الفريق. اللي كنبغيكم ان شاء الله تكون هذه هي البدايه ان شاء الله، لان حنا كنحتل واحد المرتبه اللي ما كنستحقهاش بتاتا. كنلعبوا وكنهزموا بالاخطاء كتجي عن السذاجه، لان اول تجربه كتاخذوا في القسم الوطني الثاني. مي ان شاء الله انا عندي اليقين فيكم. واول حاجه جينا لمدينه مكناس باش نحققوا نتيجه ايجابيه، كما شفتوا حنا في اسفل الترتيب. فريق مدينه مكناس حتى هو عازم على الفوز في هذه المقابله، حتى هو بالنسبه لي مقابله مهمه لانه تو من اسفل الترتيب، والفريق اللي بيناتنا هو نقطه واحده، وتو عازم في تيرانو في مدينته وغيبغي تو يربح. واليوم استعدينا لهذه المباراه كما كنستعدوا لجميع المباريات، واللاعبات كلهم عازمين ان شاء الله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي هو الانتصار، وحنا ان شاء الله عازمين باش نديو ثلاثه النقاط من مدينه مكناس لا غير. هذه اول مقابله غادي نلعبها رسميه ضد نادي مكناسي، بما ان الحارسه تصابت لينا في اخر مقابله، لذلك كان واحد ديال الضغط عليا باش نحاول نغطي المكان ديالها. وفاء ملحي لاعبة فريق الفتح الرباطي لكرة القدم النسوية، أنا مستعدة لهذا اللقاء إن شاء الله، ولا تحتي الفرصة نعاون صحاباتي وعلاش لا نكون أنا مسجلة الهدف، وإن شاء الله تكون الرباح من مكناس. بلدية مكناس يعني من أعرق الفرق النسوية اللي عنده تاريخ، فريق اللي عنده إمكانيات يعني بشرية هائلة، وكنتمنى له الحظ. واليوم راه لعبت معهم، راه كنا ند اللي ند الفريق رغم صغر سن الفتيات لاعبات ديالنا اللي قدموا مباراه رجوليه وقتاليه. الاولى كانت عرفت السيطره قويه ديال الفريق الفتح الرياضي اللي كان يعني من الدقيقه الاولى وحنا هاجمين. هي اول حاجه رشيده كتكون في بالها هو الفوز، ديما الفوز، الثقه، كتقولنا الثقه هي كل شيء في الملعب، الثقه وثقوا في راسنا، وحده ما تغوت على وحده، نكونوا يد وحده في التيران باش نزيروا راسنا ونعاونوا بعضياتنا ونكونوا منسجمين. وهذا الشيء اللي درنا وتبعنا التعليمات ديالها بالحرف. كما شفتوا حنا البنات مازال عندنا صغار، مازال ما صغار، كتكون غير ديك الخلعه وستريس، ومي كنديروا كيديروا بون ماتش. بحيث انه اللاعبه نهيده بالكرموت قدرات تسجل هدف واحد في الشوط الاول. وكذلك قالت لي باش نزير بزاف الغارديان باش نحافظوا على ديك النقطه اللي سجلنا، وهذا الشيء اللي درنا. والحمد لله كنشكرهم جميعا، كنشكر الحضور ديال السي عادل المدير الرياضي اللي عطانا واحد الشحنه تاهو، عطى شحنه للاعبات باش كانوا في المستوى.
في المتناول ديالنا البنات. شوفوا حنا وحنا ايكيب الفيس خصنا نعطيو ليكزومبل تنفرجوا مي حنا شنو خصنا؟ خصنا انتصارات وان شاء الله اليوم حنا غادي ننتصروا في الحصير وعلى ما ننتصروا غندخلوا الصوت تاعي ندخلوا كاننا يلاه داخلين. شوفوا البنات يد في يد نعاون صاحبتي ما نغاوش عليها هذه نمشي هنا البنات غنجيبوا الربح ان شاء الله هذه غتكون انطلاقه ما نبقاوش حنا في الصفوف الاخيره نطلعوا واحد شويه البنات فاهمين تقاتلوا بيناتكم وان شاء الله راه يكون الخير وديما فيس ديما ديما فيس ديما ديما فيس ديما ديما فيس فريق المكناسي عمل واحد التغييرات اللي شويه حط رغم ان بغات تحط من اللاعبين ديالنا مي حنا عملنا تغييرين اللي جابوا الاكل ديالهم وسجلنا بهم الاهداف الثلاثه في المباراه. بحال كاع لي غارديان كيكون واحد الشك البيلانتي الاول ما جا في العريضه البيلانتي الثاني تبعت كره مزيان وهذه النصيحه اللي عطات لي الكوتش رشيده مرشح وهي اللي درت والحمد لله قدرت نشد. والصديقات الاخرين قدروا يسجلوا جوج ديال الاهداف منهم فاطمه تنوس في الشوط الثاني. بالنسبه للمباراه يعني الفوز ديالها كان هام لينا لان كنا في مرتبه يحسد علينا كنا نحسد عليها بعد النقط الثلاثه يعني غادي نطلعوا في سلم الترتيب يعني غادي نفوتوا المنطقه المكهربه مي المباريات الجايه ان شاء الله غادي ناخذها بواحد جديه وان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه والمباراه القادمه ان شاء الله غتكون في مدينه الرباط اللي غادي ننتصروا فيها باي طريقه ان شاء الله. الحمد لله حنا فرحانين بزاف لانه قدرنا نجيبوا ثلاثه نقاط من مدينه مكناس. لقاء بلديه مكناس غادي نساو فحال ما مربحناش باش نجيبوا الرباح في الماتش اللي غادي يتلعب في الاكاديميه ديال الفتح يعني في الدار ديالنا ان شاء الله غادي نركزوا باش نحاولوا نجيبوا الرباح من تما.